أما نصيحة للطلبة والطالبات مع قدوم المدارس أن يستعينوا بالله ويمتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله، وأن يحافظوا على الصلوات، وأن تبتعد البنت عن الاختلاط بالشباب، ويبتعد الشباب عن الاختلاط بالبنات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويستعينوا بالله على أمر دينهم وصلاتهم وعلى أمر دنياهم بجد واجتهاد كذلك، والله أعلم.